جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أدوية القلب وأغذيته. أول دواء للقلب ذكر الله تعالى، والدواء الثاني السماع، وعنوان درس اليوم هو الدواء الثالث تدبر القرآن الكريم. إذا كنت تبحث عن دواء لقلبك أو عن غذاء لقلبك، ولابد الجسد يأكل طعاماً وشراباً، العقل يحتاج إلى أفكار، القلب يحتاج إلى ذكر، القلب يحتاج إلى قرآن كريم، القلب يحتاج إلى سماع قرآني. عنوان درس اليوم تدبر القرآن الكريم. تسري في من يتدبر القرآن الكريم روح جديدة لا يعرفها من هجر القرآن، فقد سمى الله تعالى وحيه روحاً لما يحصل به من حياة القلب والروح والعقل. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخبر الله تعالى أن القرآن الكريم روح وأنه نور. ويلي ما في قرآن كريم يعني ما في روح، يعني ميت. صحيح بيحكي، صحيح بيقابلك، صحيح بيبيع، صحيح بيشتري، صحيح بيضحك، بس ما في روح، ميت، قلبه ميت ولا يوجد نور فيه. وقال الله تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله عز وجل ينزل الملائكة بالروح يعني بالقرآن الكريم. ما في قرآن يعني ما في روح. ومن أجل هذا أيها الإخوة، تجد لأهل القلوب السليمة أوراداً في القرآن الكريم بالليل والنهار. قال التابعي أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: كنت أخرج من السحر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. من بيته للجامع يسمع بكل بيت فيه قارئ قرآن كريم. كانوا يقولون: يا بني لا تغفل عن قراءة القرآن إذا أصبحت وإذا أمسيت، فإن القرآن يحيي القلب الميت. اللي بيناتنا يا أخوان حاسس بقساوة في قلبه، حاسس بجفاف في قلبه، حاسس ما عم يفهم المواعظ، حاسس ما عم يسر بالطاعة، القلب مريض، ولا سمح الله إذا تمادى المرض بيموت. شو أعمل؟ القرآن الكريم، صب عليه دواء القرآن الكريم. فمن أراد دواء قلبه وغذاءه فليلزم القرآن الكريم تلاوة ومدارسة وفهما وتفسيرا وتعلما وتعليما. تعال نحن ساوينا دورة يشفعان مشان تعدوا كل خمسة مع بعضكم البعض تتدارسون القرآن الكريم، مشان تعدوا كل أربعة مع بعضكم البعض تسهروا مع القرآن الكريم، مشان يروح واحدكم على بيته ويصير بينه وبين القرآن الكريم صلة، مشان هذا القرآن يسكب على قلبك. إذا أردت غذاء قلبك، إذا أردت دواء قلبك، فعليك بمدارسة القرآن الكريم، بتعلم القرآن الكريم، بتعليم القرآن الكريم. واحد من الأخوة حضر بدورة يشفعان، عمره 60 سنة، أستاذ بالجامعة، حضر أول دورة. قال لي: لأول مرة في حياتي أشعر بما شعرت به في هذه المجالس، سأجعل محور حياتي كلها
يدور مع القرآن الكريم. والله عجيب يا أخوان، شو سوى القرآن الكريم فيه؟ ما عم يعمل شيء، هو بس قاعد مع أصحابه في المسجد بس يقرؤون ويعلمون بعضهم البعض القرآن الكريم. غير مخطط حياته، شو صار؟ وهكذا يفعل القرآن الكريم معنا جميعا، نياله اللي القرآن الكريم يفعل به هذا الفعل. فليس أروح للروح ولا أهنأ للفؤاد من حلق القرآن الكريم ومجالس القرآن الكريم ومن ذاق عرف. وكيف لا يخشع القلب للقرآن الكريم؟ وربنا يقول إن الجبل يخشع إذا أنزل عليه القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. مهما كان قلبك قاسي، القرآن يحطم قسوته. مهما كان قلبك شديد، القرآن يلين شدته. مهما كان قلبك جافا، القرآن يروي جفافه. من أراد دواء قلبه وغذاءه فليتدبر الآيات التي يقرأ. في سنن ابن ماجه سمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيلة الليل يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يرددها. ذكروا عن تميم الداري أنه قام ليلة حتى أصبح أو كرب أن يصبح بآية من القرآن الكريم يرددها ويبكي، فيركع عندها ويسجد. ألف لام ميم: أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يردد هذه الآية ويبكي طيلة الليل. وفي أخبار مكة سمعت ابن أبي عمر يقول عن رجل من أهل مكة قال: صليت العشاء الآخرة في المسجد الحرام وجلست فيه طويلا، فإذا أنا برجل قائم يصلي وهو يردد هذه الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يرددها ويبكي. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يرددها ويبكي. قال: فمكثت ليلا طويلا أسمعه، ثم انصرفت إلى منزلي فنمت، حتى إذا كان آخر الليل أتيت المسجد فإذا أنا بالرجل قائما وهو يردد الآية: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ويبكي. حتى إذا قلت: قد طلع الفجر أو قرب طلوعه، قال: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فجلست إلى جنبه حتى صليت معه الصبح، فالتفت فإذا هو سفيان الثوري. القرآن الكريم يحيي لك قلبك، القرآن الكريم يغذي لك قلبك ويداوي لك قلبك. ذكر ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي الدنيا بإسناده قال: خرج عمر يعس بالمدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته، فقرأ الرجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال عمر: قسم ورب الكعبة حق. ونزل عن ناقته واستند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى بيته فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. شبه عمر صلى شهر مرضان، الله عم يحلف إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. من أراد دواء قلبه وغذاءه
فليستحضر عند قراءة القرآن عظمة منزله، وليستذكر جلال قائله، وليقرأه وكأنه يخاطبه جل جلاله به، وكأنه يتنزل عليه. لما بتقعد تقرأ قرآن كريم أو بتسمع القرآن الكريم، استشعر كأنه عم يتنزل عليك أنت، الله عز وجل يحاكيك يكلمك أنت. قال سلم ابن ميمون الخواص: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي: اقرأيه كأنك تسمعينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت حلاوة، ثم قلت لها: اقرأيه كأنك تسمعينه من جبريل يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فازدادت الحلاوة. ثم قلت لنفسي: اقرأيه كأنك تسمعينه من رب العالمين. قال: فجاءت الحلاوة كلها. القرآن يغذي قلبك ويداوي قلبك ويحيي قلبك. كان والد محمد إقبال يقول لولده: يا ولدي، اقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك. أيها الأخ، أيتها الأخت، القرآن يروي روحك ويلملم شتات قلبك. القرآن ضد كل أوجاع الحياة، فإن أتعبك قلبك وآلمك فؤادك فافزع إلى القرآن واجرع من معينه، فالقرآن يبرئ مريض الروح ويداوي مجروح القلب ويبعث فيه الحياة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الكريم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان.